تونس برضو انا ممثلة سينما اكتر من مسلسلات، ومصر هو الشركة سينرجي اتصلوا بيا وانا كان ساعتها عندي تصوير فيلم بطولتي في تونس، فكلموني قالوا لي مش عارفه ايه الف ليله وليله، وانا ما اعرفش حد والله ساعتها، ما اعرفش حد هنا في مصر، فافتكرتهم كده بيشتغلوني قالوا لي اي كلام يعني، بيقولوا لي احنا شركه كبيره وانا ماشي تمام. فبعدين لا بعتوا لي الورق ولقيت ان الدور حلو قوي ودور بطوله ومع كاست حلو ومخرج كويس، فخلصت التصوير تصوير الفيلم وطلعت على طول لمصر، مضيت رجعت تونس عملت شنطتي بقى ورجعت تاني على مصر واستقريت هناك. دي كانت اول تجربه ليا في مصر في الدراما يعني. هم اتصلوا بيا واستاذ رؤوف عبد العزيز هو اللي كان مرشحني. طبعا اول ما دخلت استوديو قلت واو ايه ده، يعني الكرومه كده كبيره قوي والمكان مركب كبير وكده. انا الصراحه عمري ما شاركت في حاجه ومثلت في حاجه كبيره قوي زي الف ليله وليله، فكنت مبهوره قوي وسعيده وحاسه ان انا محظوظه بجد ان انا